انثقت اليوم في هذا الشعب حوالي 10 نقوش قديمة، وهذا نقش لمحمد بن زيادة ابن تميم، والنقش دعاء، ونقش لأخيه سهل بن زيادة. قل اللهم اغفر لسهل بن زيادة ذنبه وبيض وجهه ولقه حجته رب العالمين. وفي النقش الثالث يذكر سهل بن زيادة هذا نسبه، يقول: أنا سهل بن زيادة ابن تميم العدوي، آمنت بالله العظيم. وسهل بن زيادة بالرغم من كثرة نقوشه في هذه الشعاب إلا أنني لم أعثر له على ترجمة فيما هو متوفر من كتب التراجم والأنساب القديمة، مع كثرة نقوشه في هذه الأودية، إلا أن العدوي هنا من بطون جهينة القديمة. خالص الشكر والتقدير لمن رتب لي هذه الرحلة الأكثر من رائعة، أخي الشيخ هليل بن عتيق الذبياني، وهذا الرجل صاحب خبرة في معالم وآثار هذه المنطقة، وله خالص الشكر والتقدير على ما يقدمه للآثار والبيئة من خدمات.